ماشي، اجابه بقى الاستاذه انديره اللي كلمتنا من المنيا اللي يعني دخلت غلط ومش عارفه. هي دخلت غلط، هي تقدم، ما تيجي حضرتك لمكتب رئيس المصلحه تقدم طلب عندنا واحنا بندرس طلب ونحاول نعمل. هي من المنيا ماشي، تيجي القاهره تبعته على الفاكس. تبعت على الفاكس تطلب ايه؟ تطلب طلب تحويل ملفات يعني من مركز كبار مهن الى الماموريه المختصه في المنيا. بس سمحتوا لي، انا شايف ان ده في عوار، في مشكله في السيستم، لان انا داخل بالسيستم وانت بتقول لي خليك الكتروني. انا غلطت. لا هي مش داخله هنا، بس خلينا بس يعني نوضح ان مركز مهن له رقم معين في رقم الاعمال. تمام. هي ما وصلتش ليه؟ ايوه، هي لما تقدم لي طلب انا هدرس اذا كان رقم اعمالها وصل للرقم الحد المسموح ان انا نقلها من صغار الى مهن كبار ولا لا. لو رقمها ما عداش انا هرجعها تاني. يعني حتى بدون ما تغير، ولو هي دخلت فضلت في كبار المهن ولا تستوفي كبار الممولين، ولا تستوفي شروط ارجعها تاني. هترجعها من نفسك؟ ارجعها بناء على طلبها. بناء على طلبها. لكن لو من نفسك والتقيت حد انا دخلت على كبار الممولين ولكن انا المبلغ بتاع دخلي قليل اللي مثبت قدامك، هتحاسبني كبار؟ لما بيجي بقى حضرتك لما بيجي يتفحص المشكله زي ما حضرتك لسه قايلين في الاول ان انا بفحص بنظام العينه. ايوه، لما اجي افحص والاقي ان هي مش مستوفيه شروط وجودها في مركز كبار مهن، برجعها، باخد قرار، بعمل مذكره اداريه وبرجعها تاني للايه؟ للممرين المختص. اذا نخلينا بخطوات، هي تبعت ميل ولا تبعت فاكس؟ تبعت ميل او تبعت فاكس. طب والفاكس رقمه كام يا فندم؟ اذا نقدر تتصل ب 16395 هيحولون عليك. 16395 395. ده طبعا لاي حد عنده مشكله مشابهه لمشكله الاستاذه انديره. بالمناسبه احنا كنا طلبنا من الناس تبعت لنا كمان اسئله على الصفحه بتاعتها 16395. انا اسف بس عشان يكتبوه على الشاشه. أوكي. اي حد عنده مشكله مع الضرايب مع السيستم، هي مش مشكله بس هو اي حد عنده مشكله، اي حد عنده استفسار، اي حد الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها، هو داخل او هو بيحاول يقدم الاقرار الضريبي ومش قادر يقدم الاقرار الضريبي، عنده مشكله ومش عارف، لا هو بيتصل ب 16395. هم بيفضلوا معاه على التليفون خطوه بخطوه لحد ما يقدم اقرار الضريبي. ده خط ساخن؟ ده اكتر من خط ساخن، هو مركز اتصال متكامل فعلا. 16395 الاستاذه انديره تقدري من خلال الرقم ده تشرحي لهم مشكلتك، ممكن يدوكي فاكس او ايميل تبعتي عليه طلب بنقلك من كبار الممولين الى صغار الممولين ان شاء الله. طيب. ويا رب تبقي من كبار الممولين ان شاء الله. كله هيستفيد. في اعتقد سؤال